تونس على كيفنا. تونس على كيفنا، عسلامة ومرحبا بكم في أول موعد لينا بعد شهر رمضان. إن شاء الله كل عام تحيين بخير، إن شاء الله عديتوا عيد باهي. احنا باش نعاودوا كما العادة نحكي على السياحة البديلة والمستدامة في تونس، والمحور نتاعنا الأسبوع هذا يتمحور حول الثقافة وعلاقة الثقافة والمهرجانات الثقافية والمهرجانات اللي تعنى بالثقافة وبالتاريخ في تونس في علاقة بالسياحة البديلة والمستدامة. واليوم مش نحكيه على فيستيفال في دورته السادسه، اللي هو دوره السادسه المهرجان الايام الرومانيه بالجم، واللي معايا سي رضا حفيظ مدير المهرجان باش نحكيه اكثر على المهرجان هذا ونحكيه اكثر زاده على فكره المهرجان كيفاش بدات. سي رضا مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا لكم على الدعوه. شكرا لك سي رضا على قبول الدعوه. سي رضا، لو كان قبل ما نحكيو على الدوره السادسه هذه، شنو اهم المحطات اللي فيها من فيما يتعلق بالبرنامج؟ نحكيو على المهرجان في حد ذاته، الفكره هذه اللي ما يعرفش المهرجان تبارك الله في دورته السادسه، منين جات الفكره وشنو ما يمكن اهم لي زامباكت اللي عملهم المهرجان في منطقه الجم بصفه خاصه وفي تونس بصفه عامه؟ هو الحقيقة بحكم اني من مدينة الجم ونسكن على مقربة من المسرح الروماني بالجم، لاحظت ان ثم نقص كبير على مستوى تنشيط المواقع الاثرية، خاصة عندنا معلم كبير كما المسرح الروماني بالجم. انطلقت الفكرة عام 2016، كانت الفكرة مدعومة من قبل بايور دو فون اسمه المورد الثقافي، صندوق دعم عربي هو اللي دعم الدورة الأولى. وكي نجحت الدورة الأولى بعد تواصلنا مع وزارة الثقافة ومع وكالة حياة التراث، واصبحت الايام الرومانيه يعني تنظم كل سنه. الفكره انه نشطوا المسرح الروماني بالجم من خلال عروض فرشه وفرجويه وايضا تعليميه، لانه نجمع بين الفرجه وبين الحرف وبين التثقيف ان صح التعبير، خاطر نجيبوا صغيراتنا نعطيهم ورشات حرفيه هم يمارسوا الورشات هذه اللي عندها علاقه بالرومان، كما الخزف، كما نعرف فوسيفوسا، سك العمر الرومانيه، الرمايه وغيرها من الحرف الرومانيه. والصغيرات هذوما هما اللي يصنعوا الموتيف نتاعهم ويقولون ذكرى حلوه من المهرجان هذايا، بالاضافه الى الفرجه اللي هي كانت دائما تشد الجمهور، كما الرقص الروماني والموسيقى الرومانيه، وخاصه لكومباد غلاديتور اللي تلقات نجاح كبير واعجاب كبير من الجمهور اللي تنقل للجم. دونك المهرجان الثقافي هذا اصبح عنده امباكت على الريجون كيف نقولوا، اللي الديكورات والمساهمين واللي فورنسور او الحاجب كلهم من مدينه الجم. اي نعم، الناس الكل تخدم على رواحها. ثم انه نزول ايام المهرجان تكون عندنا ثلاث نزول في الجم، مش برشا محاله، ولكن كيف كيف يعني تصير انتعاشه كبيره برشا. التجار اللي حول المسرح الروماني بالجم، الحرفيين، حتى نوصلوا ونستقبلوا 6000 زائر في اليوم، دونك على ثلاث ايام يعني 18000 زائر. كان عدد كبير ياسر. من المعطيات بالنسبه لاهالي وتجار مدينه الجم، بالاضافه للنشاط كما قلت اللي هو ثقافي سياحي بالاساس، ولكن يعطي 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 بعد تجاري اقتصادي، يعني كيف يصير الاقبال هذايا. حتى انه احيانا تضطر بعض الرحلات وبعض المنظمين ان يقيموا في المهديه نظرا للتواجد اكثر ممكن من النزول من الجم، ويتنقلوا للجم عن طريق حافله، لانه المسافه مش بعيده ديجا على الجم. صحيح، انت ذكرت سي رضا انه فما عدد هام تبارك الله من الزوار، نحكيو على 6000 زائر كما كنت تحكي في الدورات السابقه. لو كان هالزوار هذوما، هل هما الكلهم توانسه ولا فيهم يمكن سياح سي رضا اللي هما يكونوا اللي هما كانوا معاكم سواء بالذمه جاوا بذمه المهرجان، والا هما كانوا ديجا في تونس كسياح واستغلوا الفرصه باش يكونوا حاضرين معاكم؟ هو غالبية الجمهور الحاضر معنا هم توانسة، يتنقلوا من الجمهورية التونسية الكل ويحضروا معنا. كيف الأجانب المقيمين في تونس ضيوف عدد كبيرة ويطلبونا في التليفون باش ينسقوا باش ياخذوا مواعيد المهرجان وغير ذلك. ثم بعض الافراد اللي يتصلوا بنا ايضا يجوا من برا باش يتابعوا الايام الرومانيه، فمن الناس مغرومه بالريكونستيتيون هيستوريك ومغرومه باللي كومبات دياتور، دونك يجوا سبيسيالمون. عندنا زوار جاوا من فرنسا وجاوا من ايطاليا وجاوا حتى من ليبيا ليتابعوا العروض هذه. تبقى المشكله اللي ما فماش تواصل مع وزاره السياحه، فما نجمناش نستقطبوا وكاله الاسفار باش ينظموا رحلات، لانه وزاره السياحه الحقيقه ما قبلتناش، ما نجمناش نتواصلوا معاها رغم مطالب
مغاربنا ورغم الحاحنا انه ننسق معهم على اساس نروجوا لجهتنا اترافير دونك برشا ديزوتيل في سوسه ومستير وغيرهم كان من الاجدر انهم يكونوا المقيمين فيهم يكونوا حاضرين معنا ولكن ما لقيناش اذان صاغيه من وزاره السياحه. سؤال سريضا في النقطه هذه خاطر يدولي نقطه مهمه، وزاره السياحه ما قدوش منها تجاوب على اعتبار انه هي تعتبر انه تظاهر هذه تظاهر ثقافيه ماهيش سياحيه هكا. احنا لم نحظى بشرف لقاء اي مسؤول في وزاره السياحه رغم مراسلتنا المتعدده عن طريق السيد المندوب الجهوي للسياحه الماليه. نعم. لانه نحب نفهمهم ونوريهم التيزر نتاعنا نوريهم افتر موفي نوريهم ارشيف المهرجان اللي صار. نعم. ما لقيناش منهم حتى تجاوب ولم نحظى بلقاء السيد وزير السياحه ولا اي واحد من اوفيستا توريزم. واضح هذه دعوه ديجا من خلال موجات اكسبريس اف ام باش اذا كان فما معناتها شكون مسؤولين قاعد يسمع في الـ في الـ في المعلومه المهمه هذه خاطر نتصور مهرجان كيوم مهرجان هذايا وفي دوره سادسه معناها احنا نقولوا كونفيرمي معناها دوره معناتها تعاودت خمسه مرات وتوا باش تبدا في دورتها السادسه نتصور فما ما فيه وحسب البرنامج اللي باش نحكيوا عليه ان شاء الله مع بعضنا غدوه ان شاء الله معناتها تبارك الله برنامج ثري ياسر ولو كان نكملوا نحكيوا في نفس باخر نقطه معك اليوم سيريذا لو كان نحكيوا على الامباكت احنا نقولوا دوره الايام الرومانيه بالجم من المهرجان من الدوره الاولى للدوره الخامسه قبل ما نحكيوا على الدوره السادسه شنو حسب رايك انت اهم التغيرات اللي احدثها المهرجان هذايا على الحكي القبيل على مستوى انت اجتماعي وكل شيء على مستوى الثقافي وعلى مستوى يمكن استقطاب السياح نحكيوا على التوانسه اسونسيلمون وعلاش الاجانب لمدينه الجم هل المهرجان هذايا هل كان عنده تأثيره هو خاص في هالنقطة هذه في علاقة بمنطقة الجم؟ بالفعل كان تأثير واضح لأنه نجم نقوله احنا حاولنا ننجحوا في تنشيط مسرح الروماني بالجم اللي زوار يعانيوا كيف يجيوا ما يلقاوش ولا نشاط في وسط المسرح الروماني بالجم يكتفيوا بزياره عابره أيه؟ فلما نسقنا وقدمنا لي كومبا جلادياتور اول حاجه ساعه الناس شافت حاجه جديده مختلفه وفريده من نوعها ومكانها التاريخي هو مدينه الجم هذه خصوصيه محليه للجم لو كان حاب يتفرج في لي كومبا مش يتفرج فيها في اختصار الجم في تياتر الجم أيه؟ وزيد على ذلك لفتنا الانتباه للناس على ثراء التراث الروماني في هذه المدينه التراث المادي ولا مادي على الموسيقى الرومانيه على الملابس الرومانية على الحرف الرومانية حتى على الأكلة الرومانية أيضا في بعض الدورات السابقة وبالتالي الفت انتباه الناس أنه فما حاجة نجم نخدم عليها ونتمنوها والحقيقة فما برشا مدارس قاعدين ينظموا في رحلاتهم ويجيوا للجم ولو حتى يأجدوا زيارتهم للجم باش تكون كان وقت المهرجان وهكا تكون زيارة للمعلم من جهة وأيضا اكتشاف للورشات والمعارض الموجودة على ذمتهم والعروض البرجوية اللي تنظم. واضح سي رضا معلم كما قلت أنت معلم مهم ياسر هو ثاني أهم في تياتر روما هذولي بعد الكوليزيوم تاع غوم نحكيو على الجم وما ادراك ما الجم شكرا ليك سي رضا يعطيك الصحه احنا موعدنا غدوه ان شاء الله باش نحكيو اكثر على بالتفصيل على برنامج الدوره السادسه من مهرجان الايام الرومانيه بالجم يعطيكم الصحه انتم ما تابعتونا احنا نتقابلوا غدوه في نفس الموعد الى اللقاء.